نقاشنا اليوم مشاهدينا سيتابع تطورات مجزرة غوطة دمشق الشرقية. طبعا تصاعد عدد القتلى منذ أمس الأربعاء ليصل إلى 80 قتيلا. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم بطلب من روسيا التي أعلنت عن فشل المحادثات للتوصل إلى هدنة في الغوطة الشرقية. للوقوف على كل هذه التطورات ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب الصحفي عمر الشيخ إبراهيم. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير رويد. صباح النور. سابدا معك من الجلسه الطارئه التي ستعقد اليوم في مجلس الامن. المفارقه اليوم او الازدواجيه انها ستعقد من روسيا المتهمه بطلب روسي المتهمه بالضلوع في هذه الحمله العسكريه المتصاعده على الغوطه الشرقيه. يعني هي من سخريات القدر ومن يعني كوارث هذا العصر ان يصبح القاتل هو الداعي الى وقف اطلاق النار. يعني الجميع يعلم ان روسيا هي التي يعني وقفت وتقف وما زال تقف ضد اي تحرك دولي ضمن مجلس الامن من اجل انهاء هذه الماساه في سوريا. روسيا استخدمت الفيتو مرات ومرات من اجل يعني اجهاض مشروع دولي جامع يلزم بشار الاسد او نظام بشار الاسد بوقف القتل في سوريا، بالتالي يعني هذه اصبحت اضحوكه للاسف من المضحكات المبكيات. يعني ما يحدث في ظل عجز دولي، في ظل يعني تقهقر اوروبي، في ظل صمت امريكي، في ظل تفرقه وتشرذم عربي رسمي. يعني ولكن ما الذي تريده اليوم روسيا من خلال هذا الطلب؟ يعني ما الذي تسعى الى تحقيقه داخل اروقه مجلس الامن؟ ان روسيا تريد ان تصدر نفسها على انها يعني يعني من جانب انساني تصدر نفسها على انها تريد ان توقف هذه المأساة وتريد اخراج المدنيين وتريد فك الحصار على الغوطة، وايضا تريد انقاذ بشار الاسد على اعتبار انه بشار الاسد هو القاتل. فهي تريد ان تقول انه نحن حلفاء بشار الاسد، نحن نريد يعني وبشار الاسد من وراءنا، يعني فتح مسار او فتح خط لخروج الباب لخروج ما تسميهم هي المحاصرين من هذه المنطقة أو المدنيين، وبأن يعني فصائل المعارضة أو الكتائب المسلحة في تلك المناطق هي التي تمنع هذا الأمر، وهي التي تأخذ المدنيين يعني كرهينة في سجن كبير، بالتالي هم المسؤولون عن هذا الأمر. لكن جميعنا يعني يعلم ويجب أن يعلم ويجب أن يتذكر أن ما يحدث في الغوطة سبق أن حدث في حمص وسبق أن حدث في حلب، بالتالي المشهد يبدو أنه متكرر ويبدو أنه سيسير بنفس الخطوات التي سارت فيها في حمص من تهجير سكان حي باب عمر والأحياء المجاورة له، وأيضا فيما حصل في حلب الشرقية. بالتالي روسيا يعني لا أدري بأي مسوغ، لا أدري يعني هذا المجتمع الدولي لماذا فقد إنسانيته في سوريا إلى هذه الدرجة. أصبح الأمر يعني بالفعل يحتاج إلى دراسات نفسية وبحوث اجتماعية لمعرفة يعني كيف يفكر، كيف يشعر، كيف يتعامل المجتمع الدولي مع ما يحصل في سوريا. فهذه مأساة حقيقية. سنأتي على نقطة المجتمع الدولي. روسيا إلى مجلس الأمن. نعم، ولكن يعني برأيك لماذا اليوم يغيب حتى عن الخطاب الروسي مناطق خفض التصعيد الذي تم الاتفاق عليه في أستنا؟ حتى هذه الفصائل التي تقاتل اليوم في الغوطة الشرقية هي فصائل شاركت في هذا المؤتمر، كيف تفسر روسيا هذه الازدواجية؟ صحيح، أنا أعتقد عزيزتي رويدة أن روسيا لم يعد يكفيها استراتيجية خفض التصعيد. يعني هي لن تعد ترضى باستراتيجية خفض التصعيد بمعنى أن تكون هذه المناطق يعني جامدة وساكنة ولا يتم فيها يعني حسم عسكري. روسيا تشعر طبعا ومن وراءها يعني الأسد وإيران والميليشيات التابعة عليهم أنهم في لحظة مناسبة أيضا لإنهاء هذا الحراك الذي كان في حزام العاصمة، أقصد الغوطة بشكل رئيسي. بالتالي يعني ليس هناك ما يجبرها على الالتزام بمناطق خفض التصعيد، وليس هناك يعني من رادع يعني لا أخلاقي ولا سياسي ولا دولي ولا عسكري بطبيعة الحال يجعلها أن تفرض على النظام أو على الميليشيات التابعة للنظام ولإيران على وقف القتال في هذه الجبهة. تركيا للأسف يعني أيضا يعني أصبحت تقريبا خارج المعادلة، موقفها ضعيف، يعني أصبحت تنظر المسألة السورية من زاوية كردية بحتة، وهي الآن يعني داخلة
في صراع او في معركه بريه، ولا يعني كانت يعني لافت الموقف التركي اليوم امام كل هذا التنديد الدولي، وان كان فقط تنديد بالكلام، ولكن يعني الكل اليوم ينتقد، يصف ما يجري بانه مجزره، بانها وحشيه كامله، بالوقت اللي تركيا موجوده اليوم على الساحه السوريه ولكنها لا تحرك ساكنا فيما يتعلق بالغوطه الشرقيه. هذا ما كنت أود أن أقوله. نحن في مناطق خفض التصعيد هناك ثلاث دول كانت ضامنة، هي روسيا وتركيا وإيران. نحن نعلم أن روسيا وإيران في صف الأسد وهم يعني من يساعدوه على البقاء، لكن كان الضامن الأكثر ثقة لدى جمهور الشارع السوري أو شارع الثورة السورية هو تركيا. تركيا الآن يبدو أنها على مفترق طرق، وأعتقد أن تركيا يعني كما قلت لك لم تعد ترى من المشهد السوري ومن هذه المأساة السورية سوى الموضوع الكردي وسوى موضوع الفيدرالية وموضوع محاولة إقامة كيان كردي في الشمال السوري وعلى حدودها الجنوبية. بالتالي هي هذه مصلحتها في سوريا. أدركت تركيا يعني للأسف أنها ليست قادرة على أخذ المبادرة بشكل عام كحزمة سورية. بالأمس يفاجأنا السيد جولن مستشار الرئيس يعني التركي بأن هناك اتصالات مع النظام السوري استخباراتية بين قوسين وليست يعني سياسية، ونحن نعلم أن النظام الأسد هو نظام استخباراتي بالبداية وبالنهاية. فبالتالي تركيا خياراتها صعبة، لا نستطيع أن ننكر موقف تركيا الإنساني، لكن أيضا هناك على تركيا يعني واجب أخلاقي، وواجب أنها كانت ضامن في اتفاق الأستانة في مناطق خفض التصعيد، وأنها دخلت في تحالف تكتيكي مع روسيا وإيران من أجل يعني إيجاد مخرج لحل الأزمة السورية. لا اعتقد انه يعني تركيا الان قادره على ان تفعل شيء بعد هذا التشرذم العربي وبعد التراجع الامريكي. قد تكون هذه الازمه او هذه يعني التصعيد هذا في الغوطه قد يكون يعني يعجل في افتراق ما في الحلف الذي يعني دخلت فيه تركيا مع روسيا ومع ايران. قد يكون هناك بوادر عوده نحو يعني الناتو ونحو امريكا بشكل يعني واضح الايام القادمه بعد زياره يعني تيلرسون الى تركيا وما رشح عنها. فانا اعتقد انه ايضا يعني نحن اصبحنا في سوريا يعني نباع ونشرى في سوق السياسات الدولية، وكل يرى من زاويته ومن مصلحته، ولم يعد هناك هذا الضمير الإنساني أو الدولي أو الرسمي الذي يستطيع أن يشعر بمأساة السوريين للأسف الشديد. الازدواجية أيضا تنسحب على موقف الولايات المتحدة أستاذ عمر، يعني نرى أنه مندوبة الأمم الولايات المتحدة في الأمم المتحدة تندد بما يحصل اليوم في الغوطة الشرقية، بينما القوات الأمريكية موجودة على الأرض السورية ولكن أيضا يعني تكتفي بمناطق نفوذها ولا أيضا تحرك ساكنا فيما يتعلق بالغوطة. والله يا رويدة نحن نضطر على الإعلام أن نحلل ونتفلسف ونتكلم بالأمور، لكن الحقيقة واضحة. يعني لا الشعب السوري لا يعول لا على الأمريكان ولا على الأتراك ولا على الروس ولا على العرب، وعندما خرج لم يعول على أحد منهم، وهو يعلم أنه وحده في هذه المعركة، وهو ينادي منذ اليوم الأول بأن يا الله مالنا غيرك يا الله. وهذا ما حدث خلال 7 سنوات، لكن نحن نضطر كإعلاميين أو كمحللين سياسيين أو كمتابعين للحدث أن نحاول أن نحلل السياسات. لا أحد يهتم بما مأساة الشعب السوري، الكل له مصالح في سوريا، أمريكا من مصلحتها في سوريا. لا يهتم بالشعب السوري ولكن مهتم بالنفوذ في سوريا. اليوم بعد الغوطة الشرقية وبعد الحسم السوري والروسي في الغوطة الشرقية هناك تكلفة سيقبضها النظام السوري وروسيا من خلفه من هذه المعركة. لذلك أسألك عن دور الأطراف الآخرين الفاعلين على الساحة السورية، يعني هذه ورقة سيخسرونها في أي مفاوضات مقبلة. رويدة أمريكا لديها مصلحتان في سوريا. أولا المصلحة الأولى استمرار هذا النزيف في المجتمع والدولة السورية من أجل أن تبقى هذه الدولة ضعيفة لعشرات السنوات القادمة، وهي من مصلحة إسرائيل في المرتبة الأولى ومن مصلحة أمريكا من بعدها، لأنه أيضا أمريكا سياساتها محكومة بليوبوي صهيوني موجود في أمريكا يعني دوائر صنع قرار. الأمر الثاني أمريكا استثمرت فيما تراه أنه الجسم الأكثر تنظيما وقدرة في داخل سوريا، وهو يعني وحدات الحماية الكردية وحدات حماية الشعب أو قوات قسد. هي تستثمر في تلك المنطقة، تلك المنطقة بالنسبة لها يعني منطقة استراتيجية تحادد تركيا، تحادد العراق، فيها بترول، فيها يعني موارد مائية، وأيضا هي الآن تسعى إلى يعني إيجاد صيغة ما أو قوات ما على الحدود بين سوريا والكيان الصهيوني في منطقة عازلة يعني يحكى عنها أنها قد تقام من خلال يعني دعم بعض المجموعات المسلحة هناك تريد أن تسميهم جيش حماية الحدود أو إلى آخره، أو جيش المستقل، أو يعني تفاصيل بالتسمية. بالتالي هذا ما يهم أمريكا. أمريكا يهمها أيضا استنزاف
تركيا، وهي نجحت خلال يعني السنتين الماضيتين في ذلك وتحاول إلى الآن إقامة هذا الأمر. بالتالي نحن يجب أن لا ننسى أن أمريكا دولة عظمى، هي لا تخسر نفوذها، يعني هي عندما تريد أن يكون لها نفوذ في الوقت والزمان وفي المكان التي تريده تستطيع أن تجد نفوذ لهذا الأمر، لكن هذا يبقى ضمن مساومات دولية مع من؟ مع روسيا، يبقى ضمن مساومات مع قوى أوروبية، يبقى ضمن يعني أوراق ضغط تحاول أن تلعبها ضد إيران أو ضد يعني أذرع إيران في المنطقة أو ضد أي دولة يعني تكون معارضة لسياساتها. فيجب أن لا ننسى أن أمريكا دولة عظمى يعني، ولو تقهقر دورها، ولو أن هناك يعني رجل أهبل اسمه ترامب يدير الولايات المتحدة والعالم كأنه شركة خاصة الآن، لكن أمريكا تستطيع أن تجد نفوذ لها عندما تشاء في أي مكان في العالم. طب أستاذ عمر، اليوم أمام هذا التخاذل الدولي، ما هي يعني ما هو أفق المعركة اليوم في الغوطة الشرقية؟ الفصائل أمام خيارين، إما الاستمرار في هذه المعركة وتحمل التكلفة الباهظة من البشر يعني المدنيين ومن أيضا يعني صفوف مقاتليهم، أو إما الانسحاب وتحقيق مرة ثانية السيناريو النظام كما تحقق في حلب. يعني أنا أعتقد أن هذه الفصائل أثبتت بأنها يعني لديها من الغباء السياسي أنها لا تستطيع أن تدير قرارها بطريقة حكيمة. هذه الفصائل ما جرى في حلب على فصائل التي جرت في حلب وفي حمص وقبلها في ريف حماة وإلى آخره يجري الآن في الغوطة. الشارع السوري الثوري يقصد يلوم هذه الفصائل بأنه خلال سنتان يعني لم يقوم يعني باستخدام قوته او ما لديه من قوه او ما تحصل عليه يعني من اسلحه خلال هذه السنتين ضد النظام. الى الان هذه الفصائل في الغوطه لم تتحرك بالشكل المطلوب منها، والناس هذه يعني الفصائل التي ايضا العلاقه بينها كانت متوتره طيله الفتره السابقه يعني حتى قبل التصعيد العسكري. هذه الكارثه مهمة. هذه الكارثة أنه في خضم هذه المأساة، في خضم هذا الهدف الرئيسي الجامع لهذه الفصائل وهو إسقاط الطاغية أو إسقاط بشار الأسد، هناك أيضا خلافات وهناك أيضا معارك وكان هناك أيضا يعني محاولات سيطرة نفوذ أو تحجيم نفوذ قوى أخرى. فبالتالي يعني هناك حالة من السريالية وهناك حالة يعني من الـ يعني لا أستطيع أن يعني لا أريد أن أنطقها على الهواء، لكن هناك شيء يعني أيضا للأسف هذه الفصائل تشعر أن نفسها أنها أصبحت دول في المناطق التي تحكمها، فيقع عليها لوم شديد. هل تتحمل هذه الفصائل اليوم مسؤولية إعطاء ذريعة للنظام السوري؟ يعني أحد هذه الفصائل وهو فيلق الرحمن رفض خروج مقاتلي هيئة تحرير الشام، هل أعطت ذريعة هذه الفصائل للنظام للقيام بهذه الحملة العسكرية اليوم على الغوطة؟ لا أبدا أبدا أبدا، يعني بشار الأسد لا يحتاج إلى ذرائع، يعني قبل وجود هذه الفصائل كان بشار الأسد يقتل الناس. نحن عندما يعني نخالف هذه الفصائل أو تكتيكات هذه الفصائل لا يعني أننا سوف نلقي اللوم عليها، لأنه لا تلام على ذلك. يعني هم أبناء هذه المناطق، هم أبناء هذه المدن، اضطرهم القتل والعنف الشديد من قبل النظام وميليشياته أن يحملوا السلاح ويشكلوا مجموعات مقاومة يحاولون الحفاظ على أنفسهم. لا نستطيع أن نلقي اللوم على فصائل مدنية تحولت إلى مقاومة شعبية ونترك يعني إرهاب منظم من قبل دول ودول عظمى ولها جيوش ولها طيران. بالتالي لا تتحمل اللوم، لا أحد يتحمل اللوم في سوريا الآن سوى النظام وإيران والنظام الروسي وأذرعهم المسلحة على الأرض وكل المجتمع الدولي. لا نستطيع أن نضع اللوم على من يحاول أن يدافع عن نفسه، عن عرضه، عن أرضه، عن بيته، عن شرفه. بالتالي يعني الحرية ليست يعني إجرام، الحرية هو طلب إنساني، ويجب أن يعلم العالم في يوم ما أنه يعني سوف يتغير شكله بسبب طول هذه المأساة السورية، ويوم ما ستنفجر هذه المأساة السورية وستصيب كل المحيط وقد تصل يعني إلى أبعد ما يتصورون هؤلاء السياسيين في العالم. نعم، أستاذ عمر شيخ إبراهيم كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية.